في يومها العالمي الرياضة لغة توحد العالم وتنشر فيه السلام. مرحبا، اليوم 6 نيسان اليوم العالمي للرياضة ودورة بالسلام والتنمية. كيف؟ يمكن اكزامبلات كتير صغيرة كل يوم بنشوفها بتخلينا نعرف ونشرح بطريقة كتير هينة أهمية الرياضة بالعالم كله. هالملعب ولاد من مختلف الجنسيات المناطق والأديان والطبقات الاجتماعية اجتمعوا وكل همهم يتسلوا يضحكوا يبنوا صداقات ويحطوا جول، فالرياضة ما بتفرق وإنما بتقرب. هالمستديرة إلى تأثير سحره مش من هلأ، من زمان، فاستطاعت أنها تنهي صراع بالحرب العالمية الأولى لوقت قليل بين الجيشين الألماني والبريطاني ليلعبوا سوا فوتبول. بهدنة عرفت بهدنة عيد الميلاد. هالمشهد أيضاً ببين مساهمة الرياضة بتطبيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 ومنها مثلاً تحقيق المساواة الجندرية. هو بحق له يلعب، أنا بحق لي كمان. الرياضة حقنا الكل. وهالنظرة أيضاً عم تتطبق من خلال أحداث رياضية عالمية عم بتفعل دور المرأة بعالم الرياضة مثل السعودية وأولمبياد باريس، ل 50% من الرياضيين فيها هن من النساء. دولة يلي بتهتم بقطاع الرياضة بتكون عم تهتم باقتصادها أيضاً وعم تستثمر ببلدها من استقطابها لأحداث عالمية بتحضن الناس من شتى أنحاء العالم، ومن خلال إعطاء الفرصة لأفراد بدأوا بممارسة الرياضة حفاة وبفقر كبير وأصبحوا لاحقا نجوم عالميين أمثال أسطورة كرة القدم بيليه وملك التنس نوفاك جوكوفيتش.